أولا شكرا على الدعوة في هذا البرنامج الشيق وفي هذا السيت ديال فبراير. وفي هذه المناسبة نبغي ندوز تحية لجميع المغاربة في العالم كله وجميع المسلمين. رمضان كريم ورمضان مبارك. بالنسبة لي أنا في البرنامج ديالي اليومي ديال في هذا رمضان الكريم، أولا تنفيق بكري لأن تنعس بكري، ومن بعد واحد العمل اللي تنقوم به في المكتب هنا اللي دابا زرتونا ليه ديال الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين، ندخل الدار لأن خاص باش نرتاح شوية، مشاهدة ديال التلفازة، القراءة ديال الجرائد، تطلع عليهم على ما استجد ما شنو كاين، مشير في الرياضة في السياسة في كل شيء، المسائل اللي تدور بها للمغرب للعالم في هذا الوقت هذه. والتلفازة ديال القرآن تتشوف المكة وتشوف هذاك الشيء اللي هو قدم الناس اللي تدير العمرة لذاك المكان هذاك تيشهي الانسان ولا بد يمشي ليه. هادشي ديما شاك جور خصني نشوف داك المسائل. ومن بعد كاين تداريب تنمشي ندرب في الشاطئ ديال عين دياب قبل الفطور هذاك. من بعد المجيء للدار الاستحمام هذا، ومن بعد الفطور مع العائله دائما، الحوت اللاطات داكشي طاجين دجاج الدغميره المسائل تيجيني انا ثقيل في داكشي تيجيني ثقيل. هاد اللعيبه اللي قلت لك ديال البغريره وسط منها هذيك خص تجربوها راه خطيره جدا. وعاد داك العصير لما تكون عطشان وداكشي الحرير هذيك كيما قلت لك هذيك تيتولير ما كاينش اللي حيد لها بلاصتها. ابري وي سي قهوه وحليب واحد نص نص مزيانه لان مولفه. وعاد بريريد هذاك هذاك عالمي بغلب وده براد يكون القيمة اكبر ديكري ديالي في مسيره في رمضان هو دوك الماتشات اللي كنت نلعب ملي كنت درب الصدر بقيس خير في درب السلطان اللي ما جئتي نلعبهم حنا باقيين صغار مع وقت الفطور ما تندخلوش نفطروا باقيين صغار تمدوا لاعبين لان ما كاينه لا سياره لا جوج لا موطور لا هذيك هي هو الماراكانا ديالنا هذاك هو الويمبلي ولا تقول الاميريت ديال هذاك هذيك اللي تنبروفيتيو فيها في واحد لو تيجينا ماتشات في زعما واحد الحلاوه ديال هذاك اللحظه ما تتصورهاش. وكذلك حتى واحد لان تلعبوا ماتشات مع الرجاء مع هذا المنتخب رمضان وكاس العالم اللي وجدناه في 86 راه كان رمضان هذا كان واحد الدوري حتى هو كان داز في عين السبع في 78 79 شاركوا فيه كاع الكويريه اللي كانوا تيلعبوا ذاك الوقت في الفراقي دولمي جواد اندلسي حنايا كنا الفرقه ديالنا كانوا واحد الفرقه واعره عندنا حتى حنايا السوادي حسن موحيد جمال فتحي عبد الرحيم طراجة مختار كان يلعب في ليطوال. وكان كاين واحد ليكيب ديال عين السبعه كان يحبس ليهم اخ النوش عزيز في هذاك الوقت وكان ديال الفرقة عين السبع ديال عين السبع كان قرة اللي مقابلهم كان حمو كان هذا كان واحد الفرقة ديال الطاس تا هما دوري اللي ما داش شي دوري بحاله ديال الأحياء في هذا. فهذوك لي مومو هاد اللحظات هما اللي في رمضان تيكتاسيهم زعما واحد الشوق كبير. عاد من بعد كما قلت ملي تتلاقى مع الاخوان صله الرحيم لان تفطر عند هذا مره تتمشي عند تتلاقى تشوف العائله وداك الشيء هذا هو الاجواء ديال رمضان. وكي تبقى احسنهم والدهم راه هو الجامع الصاله وداك الشيء اللي تيجي من بعد الحمد لله. كنا مع المنتخب بعض المرات شحال هادي لان كان تيكون لاعبين خاصه في كاس العالم كنا لاعبين مع 12 كان تيكون لاعب مع 12 وكاينه 40 دوغري ديالها سميتو انت غتقوم بواحد العمل ولكن تتعاودوا من بعد ولكن ماشي كل مره طالبين ولا شي حاجه لان لا كانت الاجواء تقدر تلعب ما عندكش لاش تاكل رمضان وداك الشيء.
لان ولكن كانت الفرقه كلها، لان كاين اللي غادي يقدر ما يبغيش يصوم الاخر، هذا تيولي التفريقه في الفرقات، تيولي ما كاينش واحد اللي كيبر اللي كيبغي واحد التوازن اللي يخليك تربح المقابله. سيغاك ولا كان النص غادي يصوم الاخرين اربعه ولا ثلاثه، وهذا الشيء اللي تيكون بالقناعه ديال الجميع، وتيكون الامام لانه لابد تكون اتصالات به باش تقنع، باش تعطيك ماشي الرخصه، لان الرب شي جهه ربانيه، الرخصه ربانيه. بعض المرات تتقلق ولكن تتوازن، ما تديباسيش هذوك، ولكن تنترمد شويه ولا بد من القلق، لان لا ما دارت شي حاجه مزيانه. وهذا هي راه باينه، حيت هذاك سميتو رمضان، هذا سميتو رمضان الكريم، تيبان لك اللي مع هذا تيقول لك مع رباط راه رمضان هذاك مقطوع، ولا من هنا دغيا تطلع عليه الفتيله حيت رمضان. اما راهي في الاوقات الاخرى راه باين، راه داك اللي غير هي تتبان، لان كلشي مبرد، كلشي متني، كلشي واكل سمو، متكي حاضر راسه مع الجوع، مع الطقس، مع رمضان، كلشي تيبان لك ظريف. يلا لابان واحد جوج مع ربطين مرمضين تيتورقوا تيبان. و لا لا تنشوف بان كاين اشياء اللي شوف صعيب تضحك بنادم في رمضان. المغربي تضحك في النكات، تكون مجموعين لان داك الشيء بيناتهم، وهذا كون تي باس ليكرون دوس التلفازه صعيب، باش هذا خص تبدع بزاف، خص تقلب بزاف. وبعض المرات راه تيدوزوا شي حوايج اللي تفرجنا فيهم بلا ما نهضر عليهم باش ما يتقلقوش الاصدقاء. كاين اشياء ناجحه، كاين اشياء متوسطه، خاصة الوقت ويعطيهم الوقت واتخذ القرار قبال باش يخليهم الوقت، لان اللي تيمثل فيها تيبان لك راه ما دايرش خدمته، ما خلاوش يدير خدمته ولا زرب باش يديرها، هو فنان كبير، الوغ ماشي تطيح بالقيمه ديالو.